الحمد لله يا ربي تحصلت اليوم على المرتبه الاولى. كان هذا بفضل رجال عاونوني الحمد لله يا ربي، نشكرهم كاع، نشكر الشعب اللي جا ساندنا وحفزنا ووقف معانا، نشكر عائلتي كانت هنا وخويا الصغير هاودا معانا. ربي يحفظكم وان شاء الله مازال خير قدام. الرحمن الرحيم. والله انا جد سعيد الحمد لله. ميداليه مسعود حامل الرايه الوطنيه في حفل الافتتاح، كان عنده عبء كبير، يعني هو حامل الرايه الوطنيه، اليوم يرفع علم الجزائري ويهدي للجزائر ميداليه ذهبيه 20 سنه. لازم ان شاء الله الدوله دعمت هاد الشبان اللي رايحين يعني يعطوا ولاء حق هاد الدوله اللي واقفه عليهم. ان شاء الله يا ربي نشكر كل الرياضيين اللي يعملوا كل جهدهم باش يفرحوا الشعب الجزائري. اليوم ميداليتين ذهبيه وبرونزيه امينه بلقاضي، هذا يدل انه الجهد الجزائري في تطور، وان شاء الله نشوفوه في 2024. شكرا. Medals will be presented by Madame Selima Souabi, Algeria, Belladi Amina. Bronze medalist representing Croatia, Oviran Eva. Silver medalist representing نحقق مكانتي معهم، دونك هادشي يدل على انه المستوى تاع الجودو الجزائري او في تقدم او في تحسن، ما نحقوش رواحنا فوالا، لانه غادي نزيدو نديرو ما اكثر، وان شاء الله مازال هناك منافسات اللي نقدروا ان شاء الله نشرفوا الجزائر احسن تشريف. 1 2 3 فيفا الجيري. ونشكر هذا الجمهور اللي حضر اليوم وساندنا، يعطيه الصحه، عطانا لاغاج دو فانكر سانسيرمون، وهرن في القلب ويعطيكم الصحه. ميرسي. كان عالي حقيقه، ما كانتش سهله، وانا قدرت نحقق هذه الميداليه البرونزيه، دونك كانت ميداليه مستحقه الحمد لله. فوالا كما قلت لكم، نشكر هذا الشعب اللي ساندني، نشكركم انتم اللي راكم واقفين معنا، وان شاء الله مازال الامام ان شاء الله. ان شاء الله المستقبل كيفاش كيف تشوف المستقبل بعد الميداليات؟ انا انسانه جد متفائله، ان شاء الله المستقبل حيكون مليء بالميداليات ان شاء الله، ويكونوا ان شاء الله ميداليات عالميات لمانا ان شاء الله يا رب. سؤال اخر فيما يخص التاهل للالعاب الاولمبيه، راح يتلعب على سنتين، كيفاش راح تحضري له يعني؟ انا لي جوز اولمبيك اللي كانوا تما عطيتهم، كانت عندي اون بليسيغ، هاد 2024 ان شاء الله ما نعطيهمش، ان شاء الله نوعد الشعب الجزائري نكون متواجده فيهم، وان شاء الله ماشي نلعبوا غير على المشاركه، نلعبوا مام على تحقيق ميداليات ان شاء الله لما لا. هذا الشيء يكون بالتحضير بيان سور، بالامكانيات وفي الامكانيات، دونك نوجه نداء للسلطات انه يشوفوا فينا، لانه كما شافوا اليوم قدرنا نبرزوا مكانتنا، دونك مازال الخير لقدام ان شاء الله. يعطيكم الصحه. ميرسي. المباشر اذا كان بالامكان فقط، خير قبل سامحوني.